التقى القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول محمد زكي بعدد من مقاتلي المنطقه الغربيه العسكريه والذي ياتي في اطار اللقاءات الدوريه التي تقوم بها القياده العامه للقوات المسلحه لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحه التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من مقاتلي المنطقه الغربيه العسكريه والذي ياتي في اطار اللقاءات الدوريه التي تقوم بها القياده العامه للقوات المسلحه لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحه. بدأ اللقاء بكلمه اللواء اركان حرب محمد هيثم محمد حلمي قائد المنطقه الغربيه العسكريه. اشار خلالها الى ان رجال المنطقه الغربيه العسكريه يجددون العهد لتقديم الغالي والنفيس من اجل حمايه الوطن والحفاظ على استقراره مؤكدا على استمرار رجال المنطقه في تنفيذ مهامهم المكلفين بها في حمايه الحدود الغربيه على الوجه الامثل وفق عقيده ايمانيه راسخه تعلي مصلحه الوطن فوق اي اعتبار والقى الفريق اول محمد زكي كلمه نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه لرجال المنطقه الغربيه العسكريه مشيرا الى ان القياده العامه للقوات المسلحه تولي اهتماما كبيرا بالمنطقه الغربيه العسكريه لتكون قادره على حمايه المسؤوليه الملقاه على عاتقها في حمايه الحدود الغربيه مطالبا رجالها بالحفاظ على روحهم المعنويه العاليه والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظه على الاسلحه والمعدات ليكونوا في اعلى درجات الاستعداد القتالي لصون مقدسات الوطن مثمنا جهودهم وتضحياتهم من اجل رفعه الوطن كما ادار القائد العام للقوات المسلحه حوارا مع مقاتلي المنطقه الغربيه العسكريه تناول خلاله تطورات الاوضاع المحليه والاقليميه والدوليه واستمع الى ارائهم واستفساراتهم في مختلف الموضوعات مشيدا بما لمسه من فهم واع وادراك تام لمختلف القضايا والموضوعات حضر اللقاء عدد من قاده القوات المسلحه